跟你去的。你为啥要做梦呢？السلام عليكم ربنا يجينا من دال. اليوم جيت لكم فيديو جديد, والفيديو راح يكون فلوق عن عملنا الثاني في كوريا. ونهاية اليوم يعني بعد ما نخلص العمل راح نسوي استوديو خاص لليوتيوب, بس استوديو بسيط, وراح نروح أرخص محل في كوريا يعني, فبوريكم التفاصيل. عشان أنا موجودة بهذا الفيديو لا تنسوا أكيد أنكم تعملوا سبسكرايب ولايك للوجه الحسن هذا. يعني فرحوا جاي من تعب وعمل, واو, تشاركونا بكومنتاتكم الحلوة, وحاب اشكركم على دعمكم, ولا تنسوا تشتركوا بقناة نارين وقناة العائلة, راح احط لكم الرابط في صندوق الوصف. ويلا الحين وصلنا الشغل, هذا هو الشغل. هذه الايمو معنا من روسيا وأوزباكستان. صراحة اوه اتس نوت ا فوتا المهم انه احنا الحين راح نبدا الشغل, وبوريكم شويه تفاصيل بسيطه عن الشغل عشان ما نقدر نصور هذا المكان, ممنوع. فهذا الشيء هو المغامره الاصليه, كل مكان ممنوع يعني. هم بيقولوا جايين يشتغلوا ولا يصوروا, فبوريكم تفاصيل الشغل واحكي لكم شويه عن الشغل يعني شويه. اوكي شيء لما تحاول تقارن بين الورقة والبضاعة, الأرقام مختلفة بعض الأحيان تلخبط كثير. A few moments later. الحين وقت راحة الغداء, بنروح ناكل وبوريكم الأكل بعد شوية. دارين سبقتني راحت هناك. هذا هو الأكل, عبارة عن بانشانا, كله بانشانا وشربة دجاج. لما نتجمع عشان يوتيوب نارين جابت الراميون والواطية ما عطتني. أنا الوحيد اللي ما باكل حاجة. هذه دائما تاكل أي حاجة, أي حاجة تزرطها تاكل كثير. خلاص بطلي أكل. شوانا الحين بنرتاح على هذا كارين. بردي تخاف تاكل اصلا. ايوه تاب من الحراره مستمتع صح. هذا شكل الشغل الى حد ما ملخبط. تبعنا نشتغل هنا, أقعد أعمل حسابات يعني أسوي الأماكن, أشوف الأماكن اللي هناك الأرقام أحطها وأحطها هجمة. المهم وأحطها هنا بعدين أسويها هنا. القصة ناوكو شبا سنو هاي سنو هاي سنو ناوكو شبا. هذا طبعا بعمري, عمره 20 سنة. هاي أنيانغ
أنيسة ليه؟ المهم هذا هي الأغراض اللي أنا أسوي. هذا مقعدي الصغير عشاني صغيرة وقصيرة حطوني هنا، والبقية كلهم أنا أقسم بالله انكسر ظهري، ماخذيني عشاني أنا كنت أصغر واحدة وأكثر واحدة فيهم حطوني هنا. طبعا هذه الأشياء المغلفة إحنا نغلفها ونرسلها تكبيه، يعني معناتها رسالة على الإنترنت، يعني يشتروا هذه الأغراض من النت وإحنا نرسلها لهم، نسوي عملية تكبيه. فهذه هي الأغراض تقريبا، وهذا العناوين الناس وزي كذا. A few moments later. طلبية أنا مسويتها لحالي، فانتهت المهمة وبسلام. شوفوا هذه خلصت كل مهمتي، هذه المهمة الحين بجيب لستة ثانية وأسويها. قاريهم مع بداية الدراسة دفاتر دفاتر هذه كلها دفاتر شغلات دك نارين، جمعت كل هذه الأغراض. تخيلوا كل هذه الأغراض جمعتها نارين. طبعا احنا جمعنا اكثر من كذا، انا جمعت بس نارين ما تعرف تجمع زي ما هي نشيطة مثلي. طبعا نشاط لي انا، والدليل انه اي واحد يقول يجيني هنا مكان التعليم، هنا يخزن يعني الحاجات اللي تنكسر او معرضة للكسر نحطه بهذا الشيء، هذا نحطه عليه ونلصقها بعدين نحطه بكراتين. وهذا هنا الكاميرات. A few moments later. الحين نارين راح تعزمني على عصير بعد آخر يوم عمل شاق. أنا تربع. وأنا أنت كلبة صح؟ كلبة تربع فين؟ أنت كلبة صح؟ يلا مشي. لا. يلا قلت لك المحل، وهذا انا الحين بوريكم تفاصيل المحل. تعتبر هذا المحل ارخص محل في كوريا، وهذا القسم اللي نسميه المعنى الحقيقي للكياتا، يعني في كل شيء كيوت ودلع. هذا المخدات، هذا الدبف، كله كيوت مره. المعنى الحقيقي للكياتة كل أدوات كيوت، ترى رخيصة مو غالي. ها ناري تبغى تختار هذا الشبشب، ايش رايكم عشان الشاطر؟ لا وهنا في شماسة كله كيوت دارنوب سليبو. تبغى تشتري من هذه السليبوات؟ ايش رايك دي؟ دارنوب مرة شكله حلو كيوت مرة، او ممكن تختاري
انا اتخيل انه هذا الاسود مره شكله حلو، انا احب هذه الشخصيه. او هذا الرمادي والله حلو، هو مناسب للبحر ترى. اقولي اصلا كذا يناسب. يلا اختاري اللي يعجبك. افكر والله انه تختاري اسود، مره شكله الشخصيه هذه حلو. طيب هذا اكبر مني، نسيت ان رجلي صغيره. اوكي طيب روحي الرمادي، خذي لهذاك الرمادي. هذاك شفت الجزم الشباشب اكبر مني ترى. هذه تك ما جاء سنجا. اوكي خذيها بودين. نختم الفلوق باخر مكان. ان شاء الله يكون استمتعتوا بالفلوق، وان شاء الله يكون عجبكم الفلوق. وانا صورت النارين اكثر ما صورت نفسي. المهم اشوفكم بخير، بس لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك، واذا عجبكم الفلوق شاركونا بكومنتاتكم الحلوة. احبكم مرة. يلا مع السلامة.